أهلا بكم مشاهدينا متابعي قناة الشروق إلى هذا العدد الجديد من برنامج أحكي حكايتك. نعود إليكم وفي جعبتنا الكثير من الاشتياق والكثير من القصص التي سنعرضها لتكون عبرة لمن يعتبر. وموضوع حلقة اليوم سيكون شائكا ومعقد، سنتطرق فيه إلى قضية إكرام. وبداية، هذه الفتاة التي تداعب صغيرها في مشهد مؤثر لم تعد موجودة معنا، فقد توفيت في ظروف غامضة، وقد خصصنا الجزء الأول من حلقة اليوم للعودة إلى قصتها بحضور أفراد من عائلتها إضافة إلى أخصائيين. وسنستمع في هذه الحلقة ولأول مرة إلى زوجها المتهم بقتلها. لحظات قليلة ونبدأ حلقة اليوم. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. كما قلت في بداية الحلقة، فإن موضوع اليوم سيكون شائكا ومعقد، وهو موضوع يؤرق جميع الجزائريين، وهي عمليات القتل التي تتعرض لها النساء في ولايات مختلفة من الجزائر. سنحاول اليوم بحضور أخصائيين مميزين وعزيزين على قلوبنا فهم هذه الظاهرة، وكذلك العودة إلى قصة إكرام، التي نستغل الفرصة لنطلب من جميع المشاهدين قراءة الفاتحة ورفع الدعوات لها وهي تنام في قبرها قبل أن تستمتع بصغرها. سنبدأ الحلقة مشاهدينا الكرام بالترحيب بضيوف الحلقة، ونبدأ مع السيدة الناشطة النسوية سمية صالحية. مرحبا بك أستاذة. أهلا وسهلا. لباس؟ لباس، الله يهنيك. الحمد لله. أستاذة صالحي، أنت تتخذين كل إجراءات الوقائية من أجل الكورونا. هذا شيء جميل، نحن نحييك عليه، ولكن أنت مضطرة لإخفاض الكمامة ولو قليلا. أنا إخفضت الكمامة. شكرا أستاذة صالحي على قبولك. شكرا على الاستضافة وعلى تناولكم الموضوع، يعني هام ومهم جدا. الله يسلمك، وأنا متأكد أن المشاهدين سيستفيدون جدا من كلامك. من السيدة سمية صالحي سأنتقل إلى ضيفتنا الأساسية في حلقة اليوم، وهي السيدة عسات عتيقة، أم إكرام المتوفاة في ظروف غامضة، وجاءت إلينا من بوغاغا. مرحبا بك مدام. سلامك. السلام عليكم. السلام عليكم الجمهور كامل في بلي كرام قاعدين معنا كامل. إن شاء الله يبان حق ابنتي إن شاء الله. أنا أقول لك مع الأول سمحي لي باسكو طولت عليك شوية في الحلقة، عدنا شحال من اللي صورنا معك التقرير، وكان المفروض أن نعرضوه منذ فترة، ولكنك تعرفي الكورونا خربطت تقريبا كاع البروغرام تاعنا. شكرا، وكل شيء في وقته إن شاء الله. كل شيء في وقته مليح كما نقول. يعطيك صحة سيدة إكرام. ويحضر معنا كذلك البروفيسور في علم الاجتماع الأستاذ زبيري حسن. حسين. أهلا أستاذ. أهلا بك، مرحبا بكم. يعطيك صحة على حضورك معنا. مرحبا بك. وأنت كذلك أستاذ حسين، سيستفيد المشاهدين من تحليلاتك في علم الاجتماع، لأنه أعتقد أنه نحن لم نفهم بعد المجتمع الجزائري، ويكذب من يدعي أن المجتمع الجزائري ذو هوية معروفة، ولكن هنالك الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى أخصائيين من أمثالك لإنارتها. شكرا لك. ومفاجأة هذا العدد، نحن مسرورون في قناة الشروق وخاصة في برنامج أحكي حكايتك بأننا نستهل هذا العدد الأول من الموسم الجديد بحضور جمهور جاءنا من ولاية عزيزة جدا على قلوبنا، إنها ولاية ورقلة، وهم جمعية سنابل الخير الذين تحملوا مشقة الطريق وجاءوا للمشاركة معنا في هذا البرنامج الاجتماعي والإنساني بدرجة أولى. مرحبا بكم. صافا، يعني انا اللي فرحان بزاف كي جيتوا حتى من ورقلة، يعني على حسابكم الخاص، وجيتوا تحملتوا مشقة الطريق وجيتوا كامل، الله يبارك عليكم، راكم صاغر للمشاركة معنا كزيادة في البرنامج، بمعنى انكم إضافة كبيرة عندنا. ربما اترك لك الكلمة عبد الرحيم لتمسي بالخير على المشاهدين في أدرار وفي كل ولاية الجنوب. ورقلة عفوا. اولا تحية لكم اخي يوسف ولطاقم قناة الشروق، خصوصا برنامج حكي حكايتك. شكرا لكم هذه الاستضافة الطيبة، نرحب بضيوفك الأعزاء. شكرا لكم على هذه الاستضافة. العدد الأول أعطيتونا فرصة أن نكون ضيوف في العدد الأول من الموسم السابع. إن شاء الله ما يكونش كيفاش يقولوا، ما يكونش هذه المرة الأخيرة اللي تجوا عندنا إن شاء الله. يعني الباب مفتوح ومرحبا بكم. شكرا جزيلا. بارك الله. شكرا عبد الرحيم. سنعود إليكم، ستكون لكم مداخلات عديدة خلال الحلقة لإعطاء رأي أكبر للمشاهدين. أما أنا مشاهدين الكرام سأعود إلى الضيوف. سيدة عتيقة، قبل ما نشوف درك الزيارة كي جينا عندك للدار وصورنا معك على القضية تاع بنتك اللي الله يرحمها اللي خدات صدى كبير جدا في مواقع
في وسائل الإعلام الجزائرية وحتى الأجنبية. أنا حبيت نسقسيك كسؤال جانبي على القضايا اللي سمعنا بها مؤخرا تاع المحامية التي ذبحت في ولاية البويرة وإكرام اللي حرقها، مش إكرام عفوا، شيماء اللي حرقها تانيت شخص كذلك. هل القصص اسكو حركوا فيك حاجة من الداخل؟ حركوني كأني مجربة الكبدة وحسيتهم بناتي، ربي اللي يعلم، بس كأني مش مجرب يكذب عليك، صح اللي يجرب يحس. أنت إلى غاية اليوم ما قدرتيش؟ ما قدرتش ننسى وما حش نحبس، غير بنحق بنتي وليدي إن شاء الله قاع يخلصوا، لأن إكرام بنتي لبس عليها، وهذه الفيديو قبل ما تموت بخمس أيام وجات لعندي باتت لعندي وهو عيط لها قال لها رواحي وراحت. كي رحت لقصر ثلاث ايام هالجمعه الصباح الحكايه كامل حكيتها فيديو، سبحان الله، حكيتها واقعيا ومانيش حاجه زادتها من عندي. هو الفيديو تاعك لا يزال موجود على مواقع التواصل الاجتماعي لمن لم يتمكن من رؤيه التصريح الاول لوالده اكرام، هو موجود على موقع اليوتيوب اين حكت بتفصيل كبير عن قضيتها. طيب سيده عتيقه، نحن سنعرض عليك الفيديو، انا متاكد انه سيؤلبك قليلا، يعني حيوجعك، وانا شفت بعيني يعني كيفاش كنت تقريبا حق بنتي ان شاء الله. ما يسمحينا مسبقا على ما ستشاهدين. مشاهدينا الكرام، سنعرض عليكم التقرير الاول لحلقه اليوم وهو عوده الى قصه اكرام وظروف وفاتها، سنتابعه ونعود لمناقشه التقرير مع ضيوفنا الكرام. هذه الصور المرعبة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة تعود إلى فتاة صغيرة كانت تعيش في قرية بأعالي البليدة. أثارت هذه الصور موجة سخط كبير وسط الجزائريين، خاصة بعد تضارب الروايات حول حقيقة وفاتها وبعد خروج والدتها إلى العلن مطالبة الدولة بفتح تحقيق. كما قال واحد في العهده القديمه تاع الجزائر، ان شاء الله رئيس تبون هو العهده الجديده ان شاء الله اللي يبين حق اكرام راهي بنته وتتهنى في قبرها. قررنا في برنامج احكي حكايتك زياره منزل الام لمواساتها ولمعرفه القصه. وصلنا إلى المنزل الذي تزين جدرانه صورة إكرام. الحرقة والوجع أكبر من أي شيء، فقلب هذه الأم يتمزق حزنا على ابنتها. عادت بنا الأم إلى أول يوم خرجت فيه ابنتها إكرام، إكراما للحياة وإكراما لوالديها اللذان انتظراها بشوق. اسمها خالتها خال راجلي ولي اسمها، قال لي إكرام كرمها ربي و كرمتوا بها، سموها إكرام، سميناها إكرام. هي الكبيرة، هي البكرة نتاعي، هي البكرة نتاعي، هي نور عينية. تعرف نور عينية، نور عينية بسك صحبتي أختي كل حاجة نحكيها لها ليها. حاولي إكرام كشغل نحاولي الدنيا كومبلي. عيد هي العيد ما أمنت بلي ماتت، نسنف تليفوني صوني وتقولي يا ماما صحة عيدك. شي صعيب بزاف بزاف بزاف. الطفلة الصغيرة والبريئة كانت على موعد مع زواج غير متوقع، حيث شاهدتها شقيقة الشاب الذي سيصبح زوجا لها في الطريق وخطبتها، وفي لمح البصر صارت الصبية عروسا. تفاهموا وكتب المكتوب وبنتي من أول كما يقولوا واحد خزرت فيه عجبها كشغل حباته، قالت عليه نموت وعليه نحيا، عينا فيها يا إكرام يا إكرام يا إكرام، قالت غير هو اللي نديه. وبختو كانوا خاطبينها، جيراننا غير هنا كانوا هضرين عليها وما حبتش. كتب خاطرك منه؟ والله كيما قال واحد بقى العبد غير عشرته باش تعرفه، قال لك من برا الله الله من قوة يعلم الله، الإنسان غير عشرته باش تعرفه كيفاش داير. بحسب رواية الوالدة فإن زوج إكرام كان يهينها ويجبرها على غسل رجليه أمام أعين أهله كنوع من الطاعة وكنوع من إثبات الرجولة. يسبها ما تحسش كيفاش، شغل مانيش عارفة كيفاش واحد سيفها عليه، ما فهمتش أنايا
حتى الوقت اللي رانا فيه ولقيت راجل يقولها بسيف غسلي لي رجليا قدام مالي. انت وين صبتها هذه؟ انا وحدي ما حبيتهاش هذه. شو حبيبه؟ اه شلون نحضر؟ قلت لك شغل مش عارفك شو واحد يقولك شو واحد سيفها عليه. انت وين صبت هذا الوقت اللي رانا فيه؟ المرأة تغسل الرجل رجلي قدام مالي كون ساكن وحده ونقول لك بالك عيان بالك ذي ما كاش. مرت الأشهر وفي ليلة ظلماء تلقت والدة إكرام اتصالا من شقيقة زوج ابنتها تخبرها أن إكرام في حالة حرجة جدا. دقدقنا في الباب، فتحت لنا العجوزة الباب، غير دخلنا صباح الخير وسلمت عليها زوج. أنا زاد ما ديرك طرح الشمبرة تاعها، قالت لي لا بنتك ماهيش في الشمبرة في الصالون. دخلت للصالون هكذايا بنتي لقيتها ضبلو داتها عينها راقدة، نوتها إكرام الله يرحمها غير شافتني تبكي ما حبتش كامل تسكت. راني مقنوطة وما وقفوا. جات العجوزة جات الوستة، هما ما عاد اللي عندهم دار قدامهم، هما شارين دار بحيط ما بيناتهم، بصح الرجال كامل في الشامبرة من جهة مني في ذيك الدار اللي شراوها مني. وبعد كي سمعوا بيا جات العجوزة وجات الوستة هذه إيمان، وسيهام هذه متكسلة فوق الكنابي دايره الكيتمان، وانا بنتي لا حول ولا قوة ليها هكا تشهد تبكي تشهد هكا ضايع هكذا يدها بالشهادة ما نحتهاش كاع ثابتة. إكرام وش بيك راني مقنوطة. يا إكرام قولي لي وش بيك خلاني رايحة ومخليت لك آمين، ما تخليهولهمش بس كطفل خارج على عقلو ببكاء. استغفر الله. بعد بدا يبكي ما حبش كامل يسكت. عند الوصول إلى المنزل صعقت الأم من منظر ابنتها التي كانت تحتضر، كما عثرت على آثار فضلات بشرية في كل أرجاء المنزل، إضافة إلى عود مكنسة محطم ومخبأ خلف باب الغرفة. ومن بعد بنتي حاشك مبولة في حوايجها، أنا جبت سروال باش لبست لها، قلبتها يدي اللي قلبيني هكا ما تقدرش تهضر من بعد لسانها بدا يثقل. أنا قلبتها لتحت حاشك، صبتها كامل لحمها زرق، لبست لها السروال، حتى درت لها ليكوش تاع وليدها أنا اللي درتو لها قدامي صبتو كي درتو لها. خفتها زيد تبولك كش ما تزيد الدير ولا للفوق، ما قدرتش نبدل لها. ربي عطاني الكوراج من عنده، بدلت لها للتحت وهي غير تشهد. هما واقفين ما حبوش مين باي حطوا يدهم عليها يبدلوا لها معايا. بعد هي في مايا قالت لنا راني مقنوطة ضربني هذه. بعد اللي دخلت الزوج تاعي، كي دخلت الزوج تاعي باش نبدلوا لها، قالت لنا راني مقنوطة ضربني هكا قالت لنا. حطيناها حطيها هبطها باباها حطها، رفدت التليفون راجلي وعيط لخاوتي من الأربعة، لحقوا خاوتي من الأربعة وهما مازال واحد فيهم ما دار حتى حاجة. أنا صدمت الشامبرة تاع بنتي لأني باغي نجيب سربيتها ونجيب سروال واحد آخر. دخلت الشامبرة تاع بنتي لا حول ولا قوة، لقيت غير المطلة والتشلبونك وفيها فضلات تاع الإنسان جديد، فضلات تاع الإنسان ماهوش يابس ولا بين البونك والمطلة، صرت فضلات تاع الإنسان. جبت لنجات شميتو لقيتو فضلات تاع الإنسان تاع إنسان كبير هذا ومازال ماشي يابس. ومر الباب ترى بنتي علاقة بها، جبت السربيتة صرت موش تاع بالي مكسر على زوج وربتها قري مقطعة هكذا، وفي خاطش انا بنتي الله يرحمها فيها ضربة هنايا ربها قري مقطعة هنا. ثم بلي عرفت بلي بنتي ضربوها. كانت ضربها ديجا بعد نقل إكرام إلى المستشفى حدث شجار بين الطبيبة المناوبة وبين الزوج الذي حاول إنكار تعرض زوجته إلى الضرب والتعنيف.
بدات تقلب فيها، قلبتها هنايا، قلبتها في سنتها مكسره هكذايا، قلبتها في الخبيش في يدها، دم في صباحها في رجلها اليمين يسيل من رجلها، قلبتها بزاف عراتها هنا في رجليها، عراتها هنايا الزيكاتريس تاع يدين الانسان هذا شدها من اللور، الانسان هذا شدها من اللور هنا يديها في زوج هنايا فيها هكا تاع صباعتين تبان زرقاء ولات. قالت له ميسيون تاع هنا، ميسيون هنا انت، ميسيون تاع، قال لها كاع ماشي انايا. ومن بعد قالت له ميسيون ما تكوفنيش، ما تقوليش هذه زوج تاع الصباح هكذايا. قالت نتقدت اختو هذه، قالت عندها 3 ايام هي، قالت 3 ايام. قلت لهم يا الخداعات بنتي 3 ايام ويا هكا يا تخف المطرك ما تعيطوليش. ومن بعد هي فما الطبيبه هي كانت ماتت، خرجتنا كامل الطبيبه لبرا بان بهما، عيطت لابوليس، جاو لابوليس الله يعطيهم الصحة خدموا خدمتهم، سيركلوك على بوليكلينيك خرجوا منهم الناس. ومن بعد لحق خوه، خوه هذا الصغير قال له بلي ماتت وراح يديروا التشريح، خاطر الطبيبة كانت ديما ضد التشريح، تقول لي يا مدام فطني ماشي وقت اللي طيحي، فطني بنتك راح نديموندو لها التشريح. الزوج تاعها رفض التشريح ضرب الأول، رفضوا. قال لي مضى خالتي قدر الله، انا مسروعه خالتي قدر الله ما شاء، ندي مرتي ونروح ندفنها. تعتبر والدة المرحومة انها طعنت مرتين، مرة عندما ماتت ابنتها وقرة عينها، ومرة عندما لم تتمكن من الحصول على حضانة حفيدها الذي كان اخر ما اوصت به ابنتها وهي تفارق الحياة. صدمة ما يعلم بها ربي سبحانه، صدمة كبيرة كبيرة، متحسش بلي إنسان معاك هذا لبس عليه في 3 أيام يروح. كان أكسيدة في الطريق، هو قدر الله ما شاء وهما سبتها، بصح صدمة كبيرة بزاف ما يعلمها غير ربي سبحانه. مش حسيت، حسيت بردت كامل، كتبتني في كونجيلاتور، حاجة من روحك تنحات ما تقدرش ما تقدرش، قد ما نفس لك قليل ما نعرفش نعبر لك، حاجة كبدة تاعك الداخل تعزعت ما يعلم بها غير ربي سبحانه. المنزل الذي كانت إكرام تملأه بهجة وسرورا تحول إلى جدران باهتة تحتفظ في زواياها برائحة الحزن. قبل مغادرتنا لمنزل إكرام رافقنا والدتها إلى مرقدها الأخير أين تنام بعيدا عن الظلم الذي تعرضت له، حاملة معها سر وفاتها. فهل سيسمح المستقبل بكشف الحقيقة؟ السؤال لنا والإجابة للأيام. الله من عمل ما كان فيه.
اخو معقل شمالي قلبي زبدك يا ربي. ما أمنا بلاكي قدام قبل بنتك. من أمنش من أمنش في التصاور. قلت لك البلاكا بالسيف ما درها مولا بيتي غير كي ما دار لها البلاكا. من ما حبيتش نأمن بلي جل لنا الجبانة ومصب اسم إكرام مكتوب. نقول محال هذا إكرام. لو كنتي تمسحي عليها تقولي غدروك. غدروها 19 سنة. إيه مغدورة 19 سنة تحت الترام مغدورة مغدورة لأن بنتي لاباس عليها ما عندها حتى مرض. لا بس عليها وربي وكيلهم إن شاء الله. أنا دعيت الربي سبحانه وطلبت رئيس تبون هو الأول ووزير العدل هو اللي يدخل فيها إن شاء الله ويبينوا حق إكرام ويخلوها تهنى في قبرها. مستحيل تسمحي لها. موحال نسمح في حق إكرام إن شاء الله غير أساميتها. موحال. سيدة صافا ميو مدام صافا يعني ملي بدا التقرير حتى خلاص وانت هي والله العظيم غير كيفاش نفهمك انت ام يعني انا مام حتى لو كان زعما نسين تفهم زعما واش راكي حاسه ولا واش راكي تشوفي ما امبوسيبل ما واحد ما يقدر يحس بالحرقه تاعك سي بوغ سا كاين شي ناس تهون عليهم تيهم سهله يقتلوا يذبحوا باسكو ما يجربوش الكبده بصح انا نقول لك واش قالت لك الطبيبه نهار توفات اكرام انا نقول لك لازم تكوني قويه اليوم سورتو اليوم باش اكبر قدر من الناس والسلطات يسمعوا بيان واش صرا مع اكرام داكور. طيب استاذ زوبيري ما هو انطباعك كمشاهد لما تابعته الان لقصه اكرام كمتلقي قبل ان اطرح عليك الاسئله كمختص؟ حقيقه وضعتنا في جو عاطفي مشحون جدا وجو حزين يعني في الحقيقه. ربي يرحم الميته. ملاحظه القتل او العنف المؤدي الى الوفاه لا يمكن ابدا تبريره. يمكننا ان نبحث عن اسبابه لكن لا يمكن ان نبرره، خاصه لما يتوجه تجاه امراه بأولاد من خلال استجوابي لوالدتها في أثناء إعداد التقرير أنا سقسيتها قلت لها واحد نقطة أنا استغربتها أنه تزوجت وكان في عمرها 17 سنة هل هذا شيء يحسب لها أم يحسب عليها؟ شوف كل جناية وكل جريمة عندها أركان حتى جماعة القانون يقول لك لابد من وجود أدوات وما شابه. أنا نقول لك بأن هذه القضية أركان الجناية وأركان الجريمة وجدت قبل الوفاة، وجدت في العلاقات الاجتماعية، وجدت في المنظومة الاجتماعية اللي خلات الطفلة تفكر في 16 سنة أنها ممكن أنها تنتقل إلى مسؤولية أعظم، المسؤولية أيضا اللي خلت ممكن العائلة وحتى الذين أقبلوا على تزويجها أنه يفكروا في إعطائها في الزوج الذي قابلها، أيضا حتى الزوج الذي تزوجها نحن ما لا نعرف تفاصيله، الذي كل مؤهلات باش يتزوج. احنا ولينا الان كل من يقبل يعني يريد الزواج يتزوج. انت باش تسوق طوموبيل لازم لك بيرمي لازم لك فورماسيون تاع 3 شهور الاخر. هل عندنا المؤهلات هذا الولد هذا الرجل باش يتزوج؟ هل الام اللي زوجت وليدها عندها المؤهلات باش تزوج وليدها؟ اعتقد بانه لابد اعاده النظر في المنظومه الاجتماعيه هذه اللي فيها مشاكل حقيقيه لابد ان تعالج وان يسلط عليها الضوء. الملاحظه الثانيه واللي ممكن ايضا نعاود نرجعوها من خلال الفيتيا اللي عرضته اسمحوا لي ربما ستتفقون معي لكن البطل
الفاعل الكثير الحضور فيها هو المرأة، المرأة التي توفيت، المرأة اللي هي الأم، والمرأة اللي عرضت زواج، والمرأة والنساء، يعني كل قضية في نهاية الأمر موجودة في المرأة. الراجل حضوره كان تقريبا عابر. طيب إذا نبدا نعيد. يلا طيب أستاذ زبيري، من إجابتك حول مراجعة المنظومة الاجتماعية، يعني إحنا كيفاش رانا نخدموا، كيفاش رانا عايشين، أنا سأنتقل إلى الأستاذة صالحي. أستاذة صالحي، أنا أريد منك تعليق فقط على الكلام الذي قالته السيدة عتيقة عندما قالت أنه زوج إكرام كان يعني كان يجبرها على غسل رجليه، تغسل رجليه أمام أهله كنوع من إثبات الرجولة، يعني قدام أهله أنا مرتي تغسل لي رجلي، وعن قبول أهله لهذه التصرفات. يعني أهله لما يشوفوا ابنهم يعامل يعني بنت الناس زوجته بهذه الطريقة، هل هنالك خلل ما؟ في أنا نقول نوضح فقط للمشاهدين، اسمحي لي أستاذ صالحي نوضح فقط للمشاهدين أنك مصدومة من التقرير. يعني أنا أعرف يعني الحكاية من قبل، وكنا اتصلنا بالعائلة، ولكن حقيقة شيء يعني فيه وجع كبير، حبذا لو المجتمع ككل. يعني أنا في البداية تحدثت شوي على الرخصة الاجتماعية ولا التبرير اللي أكد عليه الأستاذ، هذه الرخصة الاجتماعية اللي تتسامح مع الأشياء اللي يعني المفروض ما نتسامحش معها، لازم التواطؤ نتاع المجتمع هو اللي يخلي أن مثل هذه الظاهرة تزيد يعني تتعمم والناس تشوف. ولكن كاين أشياء راهي تتغير داخل المجتمع، لأن المجتمعات اللي كانوا يعني داروا الإجراءات وداروا استراتيجيات لمحاربة العنف ضد المرأة ومحاربة جرائم قتل المرأة، يعني مروا على مراحل ومروا على تكوين ومروا على برامج تثقيفية تحسيسية مثل هذا البرنامج يلعب دور كبير. يعني مثل هذه البرامج شكرا. حتى ولو لأن غالبا الشيء اللي نتأسفوا له هو أن يعني كل الأفعال اللي تتعلق بال يعني تعنيف المرأة، يعني لما حتى لو حتى لما الصحافة تعلق عليها تعلق عليها في خانة نتاع لو في ديفير، يعني شيء عادي، وهذا شيء عادي ومقبول داخل المجتمع. أنا الشيء اللي حبيت نشير له أن العنف المسلط على المرأة مش من ما لازمش نميعوه ونديروه في العموميات، العنف يعني بصفة عامة هو عنف يعني خاص، هو هذه الجرائم جرائم ترتكب يعني في حق المرأة على أساس أنها امرأة فقط، إنها امرأة وتكون هي حاجة كلعبة كحاجة يعني يتمتع بها الرجل ويتصرف فيها كما يحب. وهذا الشيء اللي احنايا نرفضوه، لأن مقبل ما تكون أم وأخت هي إنسان، هي في حاجة، لأن الحياة عزيزة، الحياة يعني مش حاجة والمرأة بسيطة. والمرأة سيباين شوز يعني أنا فهمني باين شوز باش واحد يعني يكسبها وبعد يدير فيها واش يحب. لا وكأنه عنف أسري. طيب سيدة عنف الأقارب، عنف الزوج وعنف الأقارب، هذا معروف يعني. سيدة عتيقة، لما توفت إكرام كان تفصيل لم نذكره في التقرير، أنا لم أذكره في التقرير ولكن يجب أن أعود إليه بشكل دقيق. خبرتيني أنه إكرام قبل ما تموت قالت لك أنها أوحت لك، يعني معنات لك بأنها حامل، هل هذا الشيء صحيح؟ شو عندها شهرين، عندها شعبان ورمضان، هي ماتت رمضان ما كلاتوش صافية، كانت مديسينية باش كي راحت من عندي قالت لي ماما عيط لي بالك نروح عند الطبيبة، كانت ثقيلة شهرين. بصح أختو يما كانوا ضد الحمل تاعها، كانوا مقبل كانوا في رتوها بالك الزيدي. يعني هما يديسيديو اسكو تجيب ولا ما تجيبش. وكانوا يتردوا عليها اسكو كليتي رمضان ولا ما كليتيش رمضان. هي قالت لهم ليله العيد كليت رمضان. كذبت عليهم. كذبت عليهم. خاطش قال لهم كي نولي بزوج نخرج بداري. يماه واخته قالوا امبوسيبل اكرام حنا جبناها تقعد عندنا. غريب. على كل هو انا سجلت معه حوار ولاول مره، يعني بعد جهد وعناء طويل لأنه هو كان رافض نهائيا أنه يفوت في التلفزيون، ولكن أنا حكيت معه مرات ومرات 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 على أساس أنه لازم يهضر، وقال لي أنا ما درت والو، قلت له اللي ما يدير والو لازم يقابل.
ولازم تقابل. والقضية أصبحت قضية رأي عام. أنا سجلت معه، تحبي تسمعي وش قال؟ نورمال. ما عندكش مشكل مستقبلا أنك تتلاقي به وتتواجهه؟ ما تحملش في أعصابي كي نشوفه. نكذب عليك، ما نقدر نسمعه بي، بصح ما نقدر نشوفه هكا، ما نقدرش نقول له واش ندير. نعي الصباب يعني. ما أعتقد أني أنا والمشاهدون كاملنا يعني فاهمينك يعني وعذرينك، ولكن سنعرض عليك الحوار الذي أجريناه مع زوج إكرام الذي يظهر في الإعلام لأول مرة في قناة الشروق وفي برنامج أحكي حكايتك بعد الاتهامات التي وجهت له بقتل إكرام. هو يقول نسخة مختلفة لما سمعناها، ونحن من هذا المنبر لن نقوم بدور المحاسب ولا بدور القاضي، بل نعرض كل طرف ونسخته من القضية لكي لا يقول أنه يعني تحامين عليه وغيب عن قصد من الحلقة. سنعرض الحوار الذي سجلته معه في استديوهات الشروق، ونعود لختام الجزء الأول من حلقة اليوم. مساء الخير. مساء النور. وش رأيك؟ لا بس الحمد لله تبارك الله. لا بس الحمد لله. الحمد لله يعطيك الصحة أخويا، كي جيت قبلت يعني بعد إلحاح قبلت باش نصوره معك في البرنامج، ولو انه انت كنت معترض على الفكره مع الاول، انت ما حبيتش تبان. ماشي مشكل. الله يسلمك. انا اول سؤال هكا خطر في بالي باش نسقسيك عليه هي القضيه تاع الزوجه المتوفاه ربي يرحمها. ربي يرحمها. يعني دارت حس كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وعرضوها حتى في قنوات، وشفنا تقريبا بزاف اشخاص حكوا فيها الا الزوج. علاش ما حبيتش تحكي مع الاول؟ يعني كما يقولوا التربيه تاعي اللي ما سمحت ليش باه نحط روحي هكا في الفيسبوك ونهضر ونرجع عليها. احنا بيناتنا عداله يا خويا، انا سلمت امري للعداله، العداله هي اللي تجيب لي حقي. انا نحب نسقسيك على حياتكم قبل الحادثه، يعني كيفاش كنتوا عايشين في الدار؟ كيفاش كانت العلاقه بيناتكم؟ كانت حياه عاديه نورمال، يعني مرحومه كانت لابس بيها، لابس مع دارنا، لابس معايا، حاجة ما تخصها. يعني أنا إنسان عادي متوسط هيدا يا أخويا، نخدم يعني وشنو حاجة ما يخصتها معايا. طيب صحة، أسكو هي كانت مرتاحة مع العائلة تاعك مع يماك؟ كما يقولوا ما كاش دار ما فيهاش مشاكل، يا بروبليم كاش بروبليم صغير يعني نفروه ثمثم، ما كاش يعني مشكل لي ما نعرف كيفاه وصلت للطلاق ولا وصلت ما نعرف كيفاه، ما كان حتى مشكل. مام انا كنت نديها لدارها تقول لي داك خاطري ريح سمانه، كانت تريح نهار يومي تعيط لي الوي روح ديني واش كاين على ماكش حابه تريحي، لا توحش داري نروح نعاود نجيبها عادي. كنا عايشين حياه طبيعيه كيما انا كيما الناس. وعلاقتك مع يماها مع ما كان بها. عندي حتى بروبليم معاها، يعني كيما يقولوا يعني اي نسيبه تتشهى الزوج البنت كيما انايا، يعني كانت لابس بيها، كانت متكبره بيا، كان جامي جرحتني، وانا كمام انا جامي جرحتها، جامي قلت لها كاش كلمه عيانه ولا. الحمد لله ما كان حتى بروبليم ما بيناتنا. من الضربه هذه اللي توفات المرحومه خويا تبدلت عليا ديسبونسير، تما غير توفات بدات تهضر فيها هضره عيانه. ذكر صح، وش صرا يعني كيفاش حتى توفات المرحومة؟ كانت هكا، كانت لابس بيها قبل ما توفى بيومين، كانت تقول لي عيانه، قلت لها انا كنت خدام، عدت لي في التليفون مع بابا قلت لي راني عيانه راني حاب نروح نرقي، عيطت لبابا قال لي في الدار، قلت له راني خدام، قلت له ديهم للطبيب ديها للرقاي، باكت ديها للرقاي ما لقاش الشيخ، قال لها يا بنتي وين نديك؟ قلت له ديني، قلت له يا بابا ديني للديسبونسير نعقب، وهي كانوا بداوها لي بلاك هذوك شويه، هي بها راحت للطبيبه بها تقولها لي بلاك، هذه يومين قبل ما تموت تقولها لي بلاك خرجوا لي، يا بالك كاش حاجه السطر كان فيها لداخل كرشها، كانت جايبت لهم كرشي، خرجت لها الدواء، شريت لها الدواء عادي. مين من غدوة ذاك، من غدوة ذاك قبل هذه نهار قبل ما تموت جيت انايا عيطت لي قالت لي نحس في روحي عيانه، اروح دبر راسك. جيت يعني رفدتها وديتها عند الشيخ، رقيت لها جبتها للدار عادي. برك انا باش نكون معك صريح وامين، انا لما صورت مع العائله تاع زوجتك انا سمعت كلام انه ما كنتش تديها للسبيطار، هي كانت تمرض وما كنتش تديها للسبيطار، ولكن يبدو ان الزوج احضر لنا ديزوردونونس، كانوا يبينوا بلي كان يدي المرحومه عده مرات الى المستشفى وفي اوقات متاخره، وهاد ديزوردونونس اللي عندنا بتاريخ 12 جوان 2019 و14 جوان 2019، يعني
يومين بعد يعني هذه يومين قبل ما تموت وفي نهار اللي ماتت اللي تاعها 3 تاع الصباح كي زاد عليها الحال. داكور، على 3 تاع الصباح كي شافتها الطبيبه واش بان عليها؟ انت قلت لي كانت كي تمسها يخرجوا دي بلاك. هنا في جبهتها كي ضربتها هكذا باه تفطن خاطرش باسكو ديتها دايخه شويه، ديتها دايخه ماشي فاقده الوعي، خرجوا لها هكا بلايك هكذا تاع الدم حاجه خفيفه. بعد انت سقسيت الطبيبه شنو هذا؟ الطبيبه سقسيتها تقول لي لبس عليها اعطيني بريه نديها البليده لي بلاك هذو شنو اللي خرجوا لها تاع لي بلاك هذا. قلت لي عطاتني التعيار وعطاتني الدواء. قلت لي كي تخرج لي التعيار هذا قلت لي ثم نشوفوا كيف نديروا. قلت لي ديها للدار. قلت لي لابس بها نديتها للدار. خويا وصلنا ثم قلت لي في الطريق شدت لي في يدي مزيره على يدي وتقول لي فتح ديني دارنا. قلت لها انا 3 تاع الصباح وين نديك دوكايا؟ قلت لي معليش عيط لي الماما. وصلنا للدار. كي وصلنا للدار الشمره تاعي شويه بعيده لداخل، حطيتها ثم في الصالو كانت تهدر عادي معايا هكذا فاتح. عيطت لماما قلت لها دوك نعيط لها، فرميت نيميرو عطيت لاختي هضرت معاها. قلت لها بنتك عيانه شويه روحوا ليها. قلت لها دوك نجو. جاو 6 تاع الصباح جاو هكايا. المهم هضرت واش هضرت مع يماها. واش هضرت مع يماها؟ جوستو احنا سمعنا باللي كانت تشغل توصي وهي تموت وهي تلقف، يعني كانت توصي قالت لها ما تخلولهمش الطفل، وقالت لها ضربني على كلام يما كرام، قالت لها ضربني، قالت لها راني مقنوطه ضربني. ما قالت لهاش كلام فيما هذا، يعني لو كان نضربها انايا وندير لها كاش حاجه نعيط على يماها تجي على 3 نعيط لها على 3 تاع الصباح تجي تشوفها. انا كنت قدامها قلت لها يا ماما، قلت لها تقلقت وكابابل المرض هذاك اللي كان مواسيها والحاله اللي كانت فيها هي اللي قلقتها. قاعد تقول ماما تقلقت هذا واش قلت لها؟ مين با ما قلت لها حتى كلام فوق هذا. والكلام اللي قالته ثاني سيبتك يعني السابقه، قالت باللي كي لحقت صابت في شومبرا مونش بالي مكسر وصابت اشياء في الغرفه. معليش احنا نمثلوا باللي قالت مونش بالي مور الباب. هي في السرطان اساسا ما تعرفش تهدر تقول لي هذا البالي لا مكسر. معليش جاو خاوتها ما قلت لهم شهر البالي مكسر. اش منها كاع هذه قدرت في الشومبرا شغل دارها ما كانش اللي كان يحاسب فيها كاع. ماما انا ما عاد تقول لها ريحي مع بنتك خلينا نغسل الحوايج. قلت لها لا نغسل الحوايج بنتي اللي حاشاك ردت فيهم. ما كاش منها كاع هذه تاع بالي هذه. قلتي باليتي وين كنتي ثمايا؟ انا ما هدرتيش تما على حتى شغل حتى طفرت ما هدرتي. انت جامي صرا بينك وبين ما عندي حتى مشكله مع مرتي. انا كنت عايش كما يقولون مرتي انا نعرفها كنت ساترها يعني حاجه ما كانت خاصتها. معزه مكرمه حاجه ما كانت خاصتها. ولا ما صراش بينك وبين الطبيبه تما؟ لا عندي حتى مشكله انا مع طبيبه، يعني لو كان عندي مشكل مع طبيبه كانت تطلبني في المحكمه دير بيا يعني دير بيا بي في. ما انا ما دنيت للطبيبه ما، وهذه الطبيبه اللي تهضر عليها بلي انا دنيت ليها ولا سبيتها. يا خويا اني هنا تواجهني طبيبه هذه اذا جرحتها بكلمه ولا عيطت عليها اني هنا. مش جرحتها هي الطبيبه، لقات فيها ضرابي وقالت لك بلي انت اللي ضربتها. لا جامي طبيبه ما هضرتش معايا كلام كيما هذا كاع. احنا معنا الخبره التي تبين راي الطبيب اشرع في وفاه المرحومه اكرام بما فيه في خاتمه التشريح تقول انه غياب تام لاثار عنف على جسد المتوفيه و لا مور دوريجين ناتورال، يعني سبب الوفاه هو طبيعي وليس كما روج له في المواقع على اساس ان اكرام تم الاعتداء عليها وضربها بآلة حاده. اسكو صارت مناوشات بينك وبين نسيبتك؟ يعني اسكو واجهتك بتهمه القتل؟ نو لانه هي مصره على انه ما قلتيش كلمه هذه كاع في الديسبون. الكلمه اللي قالتها لي قالت لي ما نسمح لك لا دنيا لا الاخرى. هذا واش قالت لي؟ هذه كانت كي تفناها تهدر في وقتلها لا اضربها مارطو لا اضربها كذا، يعني صارت بلبله كبيره. عاودت تلاقيتو من بعد؟ يعني تلاقيت بها يعني خطره، رحت الجنازه بالك في السمانه الاولى، رحت لثمايا دخلت رحت نزور المرحومه دخلت هكايا تلاقيت بها ثم لداخل عاد تسب عاد تقول في كلام يعني ما يقول انا نحشم نقولو. عاد تطيح لي الداخل قارد عليا بالحجر، انا خارج قارد عليا بالحجر. قارد هي تيري عليك بالحجر؟ لا تيري عليا بالحجر بيناتنا يا ربي 400 ولا 5 يعني تيري بغرب الحجره يعني اللي فيها مزوج كيلو وراح. والحمد لله ما قاستيش
تتفهمت باللي راهي محروقة على بنتها؟ ما قلت لها حتى كلمة، أنا ما جرحت لك، ما قلت لها لا وش كديري لا والو، يعني هكا استغفرت وخرجت، نوضت الطوموبيل تاعي ورحت. كي بداو لي فيديو يخرجوا وكامل لي فيديو يتهموا فيك بالقتل، وكان صافي مع ربي، صافي مع ربي يعني، وصافي مع الدولة والحمد لله، على بالي واش راني داير. أنا ما يهمنيش واش دارت، مي بصح ما نسمحلاش واش دارت، باسكو أنايا الهضرة هذيك والناس هايدا برا، الحمد لله عندي صحابي وجاو ليا وزقاو عليا وفهموني والحمد لله، يعني الناس وين تروح تعرفني، ما كاش لي جرحني بكلمة ولا يعني قال لي يا فلان يا كذا يا كذا، الحمد لله يا ربي الناس تعرفني وعندي حسن الأخلاق مع جيراني والحمد لله الناس قاعدة تعرفني. هي قالت لي في آخر مرة زرتهم في الدار، قالت لي ماني محروقة على وليد بنتي، قالت لي بلي ماهوش يخليني نشوفه. حتى أنا وصلتني الهضرة باللي قالت لهم من ربي شويه القتال وما نسحقش زبلهم، يعني ما من الوالد تاعها قال الكلمة هذه، قال يعني قال أصحاب بابا قال أنا من ربي لهمش زبلهم، بنتي ما تربي لهمش زبلهم. مستحيل تعود تلاقى معها؟ انا ما نتلاقاش معاها محال، يعني كما يقولوا انا يوم ثكن متربي وماليا مربيني، انا من في الاول دارت شيء هذا، دارت فتاع التشهير، حطت المراه تاعي وحطت اسمي واسم يما اسم اختي، ما خلت ما تقول، فهذه يعني واحد 15 يوم كي ماتت وزقاو عليا والديا ومنا قالوا لي ما تتبعهاش وما تحوش عليها، هاي محروق على بنتها واسمح لها، انا كنت قادر نتبعها من قبل مي سمحت لها، يعني والدي زقاو عليا قالوا لي ما تشكيش بيها ما تبعهاش ما تحوش عليها، يعني ها تاع الانسان اللي قلبه ابيض ويسمح للناس وكيفاه صرات. السؤال هو هذا خارج سياق بصح، نسقسيك عاود تزوجت انت؟ مازال ني خاطر ناوي تعاود تاسس عائله؟ لانه وليدك انا كنت متردد به نهضر عشي هذا. طيب خويا احنا لحقنا الى ختام نهايه هذا الانترفيو معك، انا نعاود نسقسيك اخر سؤال الاخير لآخر مرة فقط من أجل الأمانة، يعني أنت تنفي نهائيا وقطعا أنه أنت المتسبب في وفاة؟ يعني كما يقولوا أنا يا الحمد لله صافي مع ربي وعلى بالي وش راني نهضر، أنا وش من السبة اللي تخليني به ندنا لمرتي، وش من السبة؟ يعني أنا عايش مع مرتي آليا زينة وش داني يعني هايدا وش هم يهضروا هذو، كيف كنا أنا السبة في وفاة تاعها؟ علاش أنا مرتي ندنا ليها؟ وش كاين بيناتنا؟ داكو ان شاء الله تبان الحقيقه. ان شاء الله يا ربي بين الحقيقه، بين الحقيقه من نهار الاول، الانسان كي يكون مع صافي مع ربي ما يخمم حتى حاجه ما تقيسني ان شاء الله. طبعا لديك حق الرد. حق الرد نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا اولا وليد بنتي كونطيتولي ما نفتش عليك قضيه، رانا في المحكمه وتسمع فيا من بلاطو الشروق مساعده اجتماعيه، راني طاح الملف راهو عندها في اقرب وقت دير لي كان نشوف وليد بنتي، من حقي بنتي تموت وهي توصيني عليه. ثانيا الهضره اللي كان يهضر فيها نقول ربي وكيلك، لانه انتم زوج طوموبيلات عند الباب، وكان ديتها نتاع 3 تاع الصباح كيما راك تهضر، انا على نديها على 7 تاع الصباح هكذاك تشدها الطبيبه وتقول لنا ايجونس البليده هذه. السبيطار ماشي نتاعي ياك، نتاع تاع الدوله. نقول له حسبي الله ونعم الوكيل، كامل في هضرتك. هو قال انه بعث لك وليد اكرام، وعلى سيره اكرام الله يرحمها انا قلت له بلي وهي تموت وتوصي في معها، قال لي هذا الكلام ما صراش، ما جاش كامل، ما داروش يدهم فيها، الطفله مرميه في الصالون ولا حول ولا قوه. راني نقول لك حاشاك بدلت لها انا للتحت كيما قدرت لهاش للفوق، انا نبدل لها وما كامل يتفرجوا كامل، هو الزوج تاعها اولويه ليها. كاين نقطه مهمه باش ما تفوتش الحلقه بلا ما نحكيو عليها، هي الخبره تاع تشريح الجثه الاوتوبسي. في الأوتوبسي هو يقول أنه يقولوا بلي سبب الوفاة طبيعية، ولكن أنا فقط ألفت عناية المشاهدين إلا أنه بحوزتنا تقرير تقني مصور للجثة
حصلنا عليها بطريقة معينة يعني من قبل سلطات أمنية. وفي التقرير هنالك ملاحظات مرفوقة مع الصور، في الصور مرعبة جدا للأسف لن نتمكن من عرضها لأنها حساسة جدا، ولكن سأقرأ عليكم الملاحظات الموجودة تحت الصور. مكتوب: صورة جثة فوتوغرافية ملتقطة تبين الكدمات في أنحاء مختلفة من جسم الضحية بالإضافة إلى الجرح على مستوى القدم الأيسر. لدينا كذلك صور أخرى مكتوب فيها: صورة جثة فوتوغرافية ملتقطة تبين الكدمات في أنحاء مختلفة من جسم الضحية. وكذلك صورة أخرى تقدم نفس الملاحظة على أن الجثة فيها كدمات غريبة وغير معروفة المصدر. لما قلت له أنه إكرام كانوا فيها ضرابي نطمون في سنتها وفي يديها مكسرها، قال لي أنا ما ضربتهاش. شكون ضربها؟ كانت عندك تزه وشتحة، تزه وشتحة، نحملك المسؤولية. سنتها مكسرة، شو مكسرها لها سنتها؟ مكسرة حتى السرير الداخل. الضربة تاع ظهرها هنايا قدين هكا، شكون ضربها فيها هنايا؟ هنايا تروح كاع الجثة، بصح العظم يقعد مكسر. العظم هنايا فيها ضربة هنا زروقية خرجت لها حتى في رقبتها هنا شوية. فيها هنايا هكذا يدين هكذا هكذا لي زيكاتريس على اليدين تاع صبعتين هذوما هك هنايا. أنت في رأيك واش تتوقع يكون يعني علاش علاش يكون على ربطتها اللي مقطعة؟ ربطتها مقطعة منا، فيها ضربة هنايا وفيها ضربة هنايا. هو كل حقتي للدار قالوا لك، قالوا لك بنتك ماشي تاع طبيب، بنتك تاع راقي. بنتك ماشي تاع طبيب، ضرب لهم بنتك تاع راقي. ومن بعد انا تقلقت منهم. يما شنو تاع راقي؟ معناتها مركوبه؟ ما على باليش انا، الهم ما على باليش. هما راحوا كامل رجال دارهم جديده وخلوني انا ويماه وخياته كما تقلقت منهم. قلت انا بنتي ماشي تاع راقي، انا بنتي ديها للطبيب. ومن بعد كي شفت بنتي هكاك وقالت لنا، كي كانت واقفين ما قالت لناش، كي خرجوا قالت لنا بلي ضربني فاتح. الفت راجلي التليفون وعيط لهم من الاربعه جاو، وهما زوج طوموبيلات عند الباب ما داوهاش. داها خويا نحى الكرسي، هذا الطوموبيل نحى الكرسي تاع القدام وكسناها هكا ديناها. وهي غير لحقت ماتت مسكينه. هي كانت تشخر في الدار، المهم هي العجوزه الزرب ودوها راح تموت. حلا على الزربون دوها حتموت. انت وين كنتي؟ علاش تموت اصلا الطفله كانت في صحتها؟ كيعرفوا واش راكم دايرين نتوما باش الطفله تموت؟ هذاك حجابها فيه القيان تاعها. كل هذا التفاصيل اسكو قلتيها للمحامي؟ حطيه بيفي تاع لابوليس، هذا الاقوال تاعي كامل محطوطين في البيفي تاع لابوليس. وكل للاسف المحضر كي حق دار الشرع اختفى المحضر. اختفى المحضر. اختفى المحضر، اه. خمس شهور المحضر تاع المعاينة ما كاش. نحن قربنا على ختام الجزء الأول. السيدة عيسات، ما هي الرسالة التي تتوجه بها للسلطات التي تقوم حاليا بالبحث في ملف إكرام؟ أنا نطلب من ربي سبحانه يبين حق بنتي إن شاء الله، ونطلب من رئيس تبون ووزير العدل زغماتي، يا زغماتي عندي ربي وأنت هذا ما كان، عاود التشريح أبسط الحاجة، عاود التشريح وتشوفوا واش تلقاو في التشريح. العظم مكسر ويقعد مكسر، السنة مكسرة وتقعد مكسرة، هذا واش نطلب؟ نطلب إن شاء الله يعاودوا التشريح، إن شاء الله اللي دار يخلص، وخاصة البريكورو اللي كان شد القضية. لانه هو اللي كان شاد الشيخ تحقق ملف، يحقق ملف وفاه مشكوك فيها انت توقف عليه. وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هذا باش نقول. والابن، ابن اكرام؟ ابن اكرام هو عندهم، رانا في، انا نقول لك عينونا مساعده اجتماعيه، قال لهم ما نمدلهاش، ما نمدوش تهمتني بالقتل وانا بريء. كي وقف في الشارع قال لهم انا بريء، هاي لوطوبسي، ورى لهم لوطوبسي ببساطه فيه. السيدة عيسات، عفوا إكرام الله يرحمها، عيسات عتيقة. نحن قربنا على ختام الجزء الأول، لكي لا تمر الحلقة سوف نترك المجال للجمهور الذي قدم إلينا من ولاية ورقلة، جمعية سنابيل الخير، لتقديم انطباعاتهم حول ما شاهدوا. عبد الرحيم، شفت معنا تقريبا كل الحلقة، وش رأيك في القصة؟ فعلا أولا باسمي وباسم طاقم جمعية سنابيل الخير وسكان ولايه ورقلة وجرم عموما، نقدم تعازينا لعائله المتوفاه. انت بمثابه امنا ان شاء الله، على بالنا بالجرح عميق عميق جدا،
فعلا مشاهد صادمة وتصدمنا على المشاهد اللي شفناها تاع الأم أمنا تبكي على بنتها لأنه فقدان الكبدة صعب وصعب جدا. قد ما حسينا تحس هي أكثر وأكثر منا. انطباعي يعني حسب الأقوال تاع الأستاذ تاع السيدة تاع الأساتذة وتاع زوج الضحية والله تبقى العدالة أكيد أمنا ستأخذ مجرها ولازم يكون يعني يقينك بالله سبحانه وتعالى كبير لأنه أكيد راح يجيب لك حقك. طيب عبد الرحيم نعم؟ في ورقلة أسكو سمعتوا بالقضية تاع إكرام لأنه نعم. أخذت صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتقريبا هذا أول برنامج يتناول القصة بشكل مفصل. أسكو سمعتوا بها أسكو نعم قضية إكرام صارت مثلا في ورقلة حوادث ممثلة نعم صارت قضايا كما قضية عادي إكرام ولكن ليس بهذا العنف أو البشاعة المشاعر اللي شفناها. حقيقة الصور أو الحادثة تاع إكرام هزت الرأي العام والخاص وسمعوا بها غالبية الشعب الجزائري وتأثروا مع القصة تزيد أنه نوعا ما أخي يوسف حول ظاهرة العنف ضد المرأة اللي هي ظاهرة سلبية أنخرت جسد هذه الأمة. فعلا لاحظوا كثرة القضايا في العدالة اللي تمس بالعنف ضد المرأة. إن شاء الله بإذن الله ستأخذ أكيد العدالة مجراها في هذه القضية إن شاء الله. شكرا لك عبد الرحيم. مشاهدينا الكرام نحن نلفت عنايتكم إلى أننا نصور من هذا لهذا الموضوع نصور جزئين ونحن قربنا على نهاية الجزء الأول والجزء الثاني سنتطرق فيه إلى مشهد آخر من مشاهد العنف. سنعطي الكلمة إلى الأستاذ زبير حسين الذي رافقنا في الجزء الأول ليقدم لنا خلاصة عن ما عرضناه نعم. إضافة إلى رأيك حول الكلام الذي قاله زوج نعم. إكرام الحقيقة في وضعية مثل هذه لا كلام يعلو فوق كلام القانون. إذن القضية هي في المحكمة وملاحظة وكلمة أوجهها للأم لا يضيع حق وراءه طالب لكن يكفي أن يكون حق ولا بد الإنسان ما يقفش عن هذه القضية. هذه مسألة مفروغ منها نعم مفروغ منها ولا يجدر به الحديث فيها أكثر مما يجب. لكن كان هناك عناصر لابد الإشارة إليها والانتباه إليها بأن هذا العنف قبل ما هو سلوك ما بين شخصين ولكنه عنده مسار اجتماعي وثقافي لابد من العودة إليه ولابد من تفحص كل مراحل هذا العنف من بدايته إلى نهايته في العلاقة الموجودة ما بين الوالدين مع البنت مع وجود الابن مع 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 عائلته العلاقة الموجودة في المجتمع ماذا يفعل المجتمع ما هي الآليات الضبط الاجتماعي لتخلي العنف يتراجع. لابد من إعادة النظر في هذه الآليات هي آليات متعلقة بالدرجة الأولى بمؤسسات التنشئة الاجتماعية لأن العنف قبل ما يكون متمثل في سلوك النهائي تاع ضرب ولا تاع وفات عنده مسار اجتماعي. هذا المسار الاجتماعي يبدأ من المدرسة يبدأ من الأسرة يبدأ من المسجد يبدأ من الشارع يبدأ من إذن كل هذه العناصر ما يسمى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ولابد من خبراء ينظروا إلى هذه المؤسسات لأنها ولات ما تخدمش خدمتها. هذه المؤسسات اللي كانت تحافظ على حد أدنى من الانسجام الاجتماعي تخلت عليه ولنا السارق اللي يخرج من السجن نسميوها راجل والراجل اللي يضرب مرته دار غاز وما نعرف كيف. إذا أعود وأكرر لابد من مؤسسات التنشئة الاجتماعية أن تعيد تفعيل آليات الضبط الاجتماعي لتتراجع نسب العنف وربي يرحم الميتة وربي ينقص إن شاء الله العنف في هذه البلاد إن شاء الله. أستاذ يعطيك الصحة على حضورك معنا. هذه أكيد لن تكون آخر مرة نستضيفك فيها في البرنامج إنارة الرأي العام بتحليلاتك مدام عتيقة. يعطيك الصحة كي جيتي هذه ليست آخر حلقة ستكون لنا عدة حلقات لمتابعة ملف إكرام ربي يرحمها. كانت هذه البداية فقط باش نحكيوا للناس وش صرا باش نحطوهم في صورة من أجل التحضير لحلقة أخرى. سيدة صالحي ما زلتي معنا ستكونين ضيفة لكن الآن حبيت ندخل كلمة طيب. إذا كان ممكن على أجارة فقط أنا ما شاطرش رأي الأستاذ علم الاجتماع لأن الإشكالية هي مش مشكل القانون المشكل هو غياب التعارف والتعريف لديفينيسيون ما كانش لديفينيسيون
ولا جريمة بدون نص. يعني لو كانت الترسانة القانونية منظمة يعني وفيها التعريف نعرفوا بلي العنف الرمزي هو عنف، ربما ستكون لنا فرصة، حتى الألفاظ الرمزية هي عنف. ثانيا ستكون لنا فرصة سيدة صالحي لنعود نجمعكم في اطلاق آخر من أجل أنه لدينا متسع كبير للحديث عن كل أنواع العنف الموجودة في المجتمع، ولكن نظرا لضيق الوقت يجب علي الانتقال مباشرة إلى الجزء الثاني الذي ستكونين فيه وستتحدثين بأريحية. سخطوا على الأدوار. طيب شكرا أستاذ زبيري. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام الجزء الأول. أنا أشكركم على حسن المتابعة وأنتظر بلهفة تعليقاتكم وأراءكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وننتظر كذلك اتصالاتكم للتواصل معنا. أرقام الهاتف تظهر أسفل الشاشة. نضرب لكم موعدا بحول الله الأسبوع القادم الذي سنعرض فيه الجزء الثاني من حلقة اليوم. حلقة اليوم كانت إكراما لإكرام ربي يرحمها، وأستغل الفرصة مرة أخرى لأطلب من جميع المشاهدين أن يرفعوا صلوات وأن يدعو لإكرام، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى لكي يجمع السيدة عتيقة مع ابنتها. إلى لقاء قريب مشاهدينا الكرام، نفس البرنامج ونفس التوقيت سيجمعنا.